اجمع وجيه العز باحلى المواعيد والطيب راهي واشقر البن. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج الأجاويد. انا مشغول يا اي لا تفضل تكلم تفضل كمل مكالمك الله يطول عمرك. لا لا خلاص اكلمك بعدين. كمل المكالمه خلصها الله يطولك. لا لا خلصها خلي ليش سكرتك ها كملت لا يعني لنا ساعه جالسين يعني ما زال نتكلم الا يوم بدا البرنامج. ليه يا ابو عبد المحسن ليه؟ قل لي ليه؟ لانه يوم بدا البرنامج يوم دق علي هذا مهم هذا ايه؟ فانا حبيت اني ارد كنت باقي دقيقة دقيقتين على برنامج ما دريت ان البرنامج دخل علينا وانهيت المكالمة. هو دخل عليها البرنامج وما دخل عليها اي نعم لكن باقي دقيقة دقيقتين هذا من وين جبتها من قرر هذه؟ كم باقي دقيقة؟ دخلنا وانت تتكلم يعني بعدين انت تقول دق علي مع البداية يعني عارف انها بداية انت ما فيها دقيقتين. والله كنت بشوف من هو صارفها على طول ما صرفت انت اي صرفت. ايش رايك من جماعه الخير الله يعني يوم بدا البرنامج بدا يكلم انا ما ادري يعني وش تبي لك مو بكل مره مشوها له مشوها له مو بكل مره مشيها ما يصير يعني مشيناها 15 مرات 11 لا البرنامج دخل علي وانا اكلم هو دخل عليك البرنامج اي وش تبغاني اسوي رجل فاضل شرواكم كلم عليه ايه وقال لي الليله يا حسيني بيك حدنا الليله قلت والله انا مشغول شوي قال لي عز عليك اي قاله اي لا هلا انا اشفع لك ابو عبد الله لا تحرج المره هذه بس والله عشان ابو عبد الله الله يطول عمرك يمشيها لك خلاص يا جماعه خير مشوها لك عشان ابو عبد الله يوم ذا خذ الجوال يكلم ايوه هلا والله يضحك بعد مو يعني والله الى والله مشغول الحين